عسلامة عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ نعرفش كون موجود هوني توا ولا لا، شنعملوا دورة صغيرة. أهلا وسهلا بيه، مانيش باش نقرا شنو باش تكتبوا غير باش نحكي. بيه نعرفش كنت تسمعوا فيا مليح، حسب نعملكم ساعة. أوب نعملوا دورة صغيرة به المدينة الكل. اليوم كان الكتب كل اللغات كل الاتجاهات. توا احنا في السنتر، في السنتر غير دورة شوية هكا ندوروا مع بعضنا وكهو. من بعد تو نحكي، خليني ساعة تو نعمل دورة تعال نشوف المكان. باهي الهولنديين بصفة عامة والدول متاع شمال أوروبا هما أكثر وحود عايشين، ما عندهم حتى علاقة لا بفرنسا لا بإيطاليا لا بإسبانيا. نقصد عايشين يعني يعطيو قيمة ياسر للإنسان. الهولنديين يقول لك الإنسان لازمه معنتها يخدم أقل شيء ممكن ويعيش أكثر شيء ممكن. هذاك علاش تقريبا أكثرهم يخدموا 4 أيام في الأسبوع، يعني ما أكثرش من 4 أيام. و3 أيام الأخرين يعني عندهم يوم الجمعة يخليوه لأنفسهم وللعائلة متاعهم، نهار السبت للأصدقاء وللسهرة، ونهار الأحد للبلاد. يخرج فيستيفال، يشارك في الأعمال الجماعية، فهمت؟ حتى معناتها ما يسمى بالعمل المجاني والترفيه وكل شيء، يعني حاجات يسر معناتها باهية يعملوها. وما يقولوا العالم الله خلق الكون والهولنديين خلقوا هولندا. طبعا كل مدينة عندها البرنامج متاعها، كل واحدة كيفاش. مثلا ساعات يتجمعوا يمشي ويجريوا، ساعات يمشي ويمشيوا في غابة، يمشي ويصطادوا كل نهار حد. فما معناتها حاجة المدينة كاملة معناتها اللي يحب يشارك يشارك، طبعا مش مجبور. اليوم معناتها هو نهار بتاع ما يسمى الكتاب، فهمت؟ حتى ما يسمى النقل يعمل مرة في العام، ان الناس اللي يقرأ كتاب في المترو ولا في التران ما يخلصش تسكرة، فهمت؟ عندهم ساعات يعملوا حاجات كيما هكا، يعني لازمك ملي تطلع وانت في يدك كتاب وانت قاعد تقرأ حتى اللي انتهب وكيك تركب مجاني. كما مثلا زاد الحبوسات اللي يقرأ كتاب ينقصوا له من مدة السجن متاعه. طبعا هنا الحبوسات خير من العيشة في تونس يعني ولا في الدول متاعنا. منعرفش قاعدين تشوفوا مليح ولا لا، انا قاعد نمشي قاعد في نفس الوقت نتكلم. من بعد تنولي كيما نقولوا احنا هنا هذه الساحة العامة. طبعا المدينة هذه هي من اقدم المدن الهولندية، الناس هون شوية ريفيين، يعني شوف هذو يعني كيما نقولوا احنا ولاد الريف كلهم اغلبهم يعني فلاحة. فوالا هذه الساحة الرسمية، هذا أحد الشخصيات الهولندية. طبعا قهوة، هذه قهوة، هذا السنترم المهم. خلينا تو نرجعوا للبلاصة اللي احنا فيها باش نمشي والبلاصة الأخرى باهي نمشي من الجهة هذه. اصبر لحظة، مانيش قاعد نقرأ راه شنو قاعدين تكتبوا، فهمت؟ الإنسان هوني شعاملوا نقصوا سواء على العمل، العمل عند الناس باش يخدموا أكثر شيء ممكن. تقريبا البطالة مش موجودة في البلاد هذه. طبعا هذا يخص كل دول شمال أوروبا اللي هما أكثر شيء حكومات يعني في خدمة الشعب. هذه البلاصه اللي احنا فيها توا
طبعا الناس هوني كلهم تقريبا يستخدموا البتوات، فهمت يعني على البحر. طبعا هوني المدينة الكل على تعرفوا هولندا كاملة على الماء، كلها على الماء. طبعا انا غير نعطيكم فكرة، او اي واحد فيكم ينجم يعمل نفس الشيء بالنسبة للمنطقة متاعه للمدينة متاعه، معناتها باش واحد يتعرف يشوف سافي بليزير، فهمت؟ باش تشوفوا العباد العالم كيفاش عايش، تشوفوا كيفاش عايش، وتشوفوا انتوما تقارنوا رواحكم كيفاش عايشين. هوني كل شيء متبدل، حياة أخرى، عقلية أخرى. في الحقيقة أنا صدمت عندما جيت لهولندا في الأول، حتى القراية هوني مش كما في الدول الأخرى. تصور الوليد في الابتدائي الكل ما يهزش كرتابة، ما يعملش معناتها ديفوار ولا في البيت، إنما يقرأ باللعب. حتى الابتدائي الكل قراية باللعب، فهمت؟ الابتدائي الكل قراية باللعب. أنا من بعد طبعا نشوف الفيديو غير توا قاعد نتكلم. الكنائس هوني الكل تقريبا تحولت إلى معناتها أماكن ترفيهية، بعضها تحولت إلى بيع الأشياء القديمة، بعضها تحولت إلى مطاعم، بعضها تحولت إلى مقاهي. يعني تم استغلال كل هذه الكنائس، الأشياء ثقافية وأشياء معناتها تنفع الناس. هاني باش ندخلوا توا كنيسة، بهذه الكنيسة ما زالت. طبعا هوني فما زوز ديانات مسيطرة، هي الكاثوليكية والبروتستانية، لكن في المنطقة اللي أنا فيها فما المرمون. المرمون هما معناتها نجم نقولوا كي المسلمين، لكن الناس ياسر مسلمين لكن محافظين ياسر، فهمت؟ نعم نطلع شو ما احلاها، ما نحبش ندخل. يلعبوا الموسيقى هوني كنيسة، شوف فارغة، الناس يجوا بشي يتفرهدوا يسمعوا الموسيقى، فهمت؟ فما ياسر كنايس طبعا ما عادش يصليوا، فهمت؟ وإنما فما اللي يصليوا وما مش ياسر، فهمت؟ منطقة كل شيء الفن بقى كان التاريخ، شو محلها. من عارفش تشوفوا فيا انتوما توا، انا لابس مراياتي، خنشوف شنو ردود افعالكم. نقرا شويه. فما حد يكتب تسمعوا فيا ولا تسمعوا فيا ولا ما تسمعوش؟ مانيش قاعد نشوف الكتيبه. اي كنت نصور على جنب باش تشوفوها كبيره، فهمت؟ نسمعوا. اي اوكي اوكي، وريتكم الكنيسه، الكنيسه فارغه، نسمع معناتها الكنائس الكل تحولت الى اماكن ترفيهيه. باهي توا باش نشوفوا جهه هذه، من بعد نرجع انا ناخذ البسكليت نتاعي ونمشيو للمنطقه الاخرى اللي هي اكثر شيء على البحر، فهمت؟ يا بيه اهلا عبد اللي، لاباس؟ ديما واحد واحد نتاع البلتولك ما نسيتش. اي على اما خير التليفون هكا ولا هكا؟ شنو خير؟ اما احسن التليفون واقف ولا التليفون قاعد؟ شنو هي اللي كتبت هذه؟ ما فهمت شيء. المهم نعرفش كان عندكم حاجات تحبوا تعرفوها. اوكي
كان تحبوا حاجات عاد كنت تعرفوها يعني تنجم تسألوا توا باش نقرا شويه حتى نوصل للبسكليت نتاعي. ناخذ البسكليت نتاعي وننتقلوا للمرحله البلاصه الاخرى. فهمت؟ يا باهي هكا خير. اوكي. المهم غير واحد باش يبدل الجو راهو مش حاجه اخرى. وكان عندكم انتوما ماذا بيا معناتها اي واحد معناتها مدينته فما ياسر مناطق في تونس طياره من جنوب كل شيء، علاش ما يعملوش لايف ويدور المدينه ويحكي على تاريخها ويحكي على البلايص نتاعها؟ فهمت؟ الطقس اليوم ماهوش باهي لك الكل. فهمت؟ هاي توا زرقت الشمس شويه، اما طقس بارد نوعا ما، مش بارد 20 درجه تقريبا 21. ما عندكش بي سي يا ايوب؟ الله يهلككم. تليفون ماكش حاجتك بي سي بتليفون؟ ما عندكش تليفون؟ عليه ما ننظموش رواحنا والله، نجمو نعملوا مليون حاجه وحاجه. خلنا ناخذ انا توا البسكليت نتاعي. فهمت؟ هذو مازالوا يلعبوا بالموسيقى. عملت بكم دوره في السونتر توا. شوف ناس عايشين، ناس بيفكروا في حد شيء. هاي بسكليتي، ناخذ بسكليتي. عندناش بي سي، اصبر. طبعا هوني الناس الكل عندهم بسكليتات. من اكثر الشعوب الرياضيه، الرياضه حاجه معناتها مقدسه عندهم، مصنفين عالميا يعني هما اكثر شعوب رياضيه. اصبر نسكر. اوب اوب. المهم انا باش نقعد توا نمشي شويه من بعد نمشي وجهه. طبعا هوني كلها بحر، يعني تمشي 10 متر 20 متر مش 100 متر تبقى بحر. باش نرقد بطلت. مزيانه مزيانه هولندا مزيانه. اسمع راهي الدول هذه شمال اوروبا هي من اجمل الدول. تعرف هوني كل شيء فما، ما تنجمش تتصور. البارح مثلا السبت هو نهار السهريات، كل بواطة عندها الخصوصية متاعها، كل منطقة عندها الخصوصية متاعها. وتجي تدخل يقول لك هوني نشربوا كان البيرة، هوني نشربوا كان الشراب، هوني مخلطة، هوني نيوديزم، هوني المثليين، هوني مثليين رجال، هوني مثليين نساء. هذوما المبدلين اللي يبدل يجيب معاه صاحبته، ما تنجم تدخل كان بصاحبتك وتخرج بواحد اخرى. كل شيء موجود لكن كل شيء منظم منظم، يعني البلاصه تمشي لها تعرفها، كل حاجه منظمه. يعني كي تبدا تدور انت في الشارع مع اي انسان تقول البلاد هذوما قدش محافظين وقدش، يعني تقول هذا الاسلام. لكن هما كل شيء، تحب تكيف حشيش اللي تحب انت، تحب تمشي تكري وحده تمشي تتعشى معاها تكريها، فهمت؟ ترقد معاها اللي تحب تعمل كل شيء. حتى مثلا نتاع اللي معناتها ديور الخانه ما يسمى لي بوردير، فما كل انواع. تلقى الصينيه، تلقى حتى المسلمه. فما في امستردام متحجبات، ها تدخل تخلص. هما اغلى وحود، مش اغلى وحود المثليين، اغلى مش المثليين اللي عندهم جنسين، هما اغلى وحود اللي معناتها مرا وراجل، هما اغلى وحود. متحجبه تدخل تخلص 100 اورو ولا 150، تكتب صداق وتدخل معاها متحجبه وتتكلم بالعربي، فهمت؟ وتقول بسم الله وكل شيء وترقد معاها. من بعد تجي خارج تطلقها. فوالا عاملينها للسعوديين والخليجيين، فهمت؟ خلاص وهكاك. متحجبات عاهرات، متحجبات. تلقى الصينية، تلقى الجابونية، تلقى الهندية، تلقى وتلقى الأنواع. تلقى الضعيفة، تلقى السمينة، تلقى الخايبة، وتلقى البطية، كل أنواع. يعني ما تنجمش تتصور بالك، تلقاهم يبدوا عارضينهم في الفيترينات. شو محلى هذه البلاصة؟ هذا يبيعوا حاجة قديمة.
كوميفيد هذا معناته هذا معرض. عندك الناس هوني اللي عندها كتب تخرجها، اللي تبيع اللي تبدل اللي تعطي طبعا في الاخر العباد الكل يعني ياخذوا الكتب، اللي يحب ياخذ كتاب ياخذ كتاب. عندك مثلا صناعه في دارك، حاجه فهمت تخدمها تخرج تبيعها، وعندهم نهار اخر في العام ما يسمى نهار الملك، تخرج الدبش تبدلوا ولا تبيعوا، فهمت؟ عندهم هو مره في العام لازم الاولاد يعلموهم البيع والشراء، اللعاب نتاعو الكل يخرجهم يبيعهم، فهمت اي نيك شرعي شيء طبيعي بن حمودة. لا فما كل شيء هوني، اللي تحب انت اتصورش فما يا سيدي قحاب رجال، وشفت انا ريبورتاج عمري ما مشيت لهم، شفت ريبورتاج في التلفزه الهولنديه عملوا معاهم مقابله، مراه تمشي فهمت ترقد مع راجل وتخلصوا، فهمت؟ رجال بتاع 25 سنة 23 سنة ويبدأوا شبان وكذا، فما كل أنواع طبعا. عاد اللي ضحكني في البازا أنه يسألوا فيه، قالوا له شكون أنواع النساء اللي يجيك؟ قالهم واحد معناتها يحكي قال لك تقريبا فهمت 80% من النساء اللي يجوني هما المعرسات، فهمت؟ 80% من النساء اللي يجوني هما المعرسات، خلصني ما تحبش تفقد العائلة متاعها الكوبل متاعها، لكن رجلها ما يكفيهاش وإلا ما يحقلهاش اللي تحب عليه، وهما أكثرهم يعني كما نقولوا احنا خليني نشري أنا بريكية ما عنديش بريكية. المهم خنوقف بسكريتي هوني. وسألوا سؤال آخر، قالوا له شنو يحبوا أكثرهم؟ قال أكثر نساء تجيني ما تحبش النيك. لا فما اللي يحب الحنان، ولكن فما ياسر منهم فهمت يجوني على الرضيع، خاطر رجالهم ما يحبوش يرضعوه، فهمت؟ شوف المحلاها البلاصة هذه، هذا بور، فما ياسر بورات في جنوب هولندا. فهمت؟ واكثرهم يعني يحبوا الرضيع ولا يحبوا الحنان ولا يحبوا التعنيق ولا يحبوا تحكي لهم على حكايات معناتها. وقال لك فما ياسر 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 رجوني فوق 70 سنه، اللي معناتها رجلها ميت ولا حاجه اصلا. خلينا نشري بريكيه عن ستيكر، اصبر لحظه. اشتبليف تر ستيكر ها ستيكر ديزا سكوت ديزا 2 يورو يا عيط خاطر هذيزا بيتر لكيفال 2 يورو ها اوكي داخ دا 2 يورو اه سوري اوكي اوكي داخ. دونك خلينا ناخذ بريكيه نشعل سيجارو نرجعوا لغادي كنحكيوا شويه من بعد نمشيو نعملوا دوره من بعد. احنا في المجموعه هذه انا علاش كلمت يوبا البارح معناتها ما نعرفش انا رغم اللي معناتها سخفني الوليد الحقيقه ما نحبوش ندخلوا في نقاشات دينيه فهمت، نحبوا نتعاملوا مع ناس كول كول كل واحد عنده فكرته. عندنا الريح دونك ما حبيناش عن ندخلوا في نقاشات دينية، لعبلو دورة هولي نعرفش كان تحبوا تردوها نقاشات دينية، انا ما عندي حتى مانع لها، لما بش يكون يعني تعب
فهمت؟ تعرف المتدينين بصفة عامة يعني ناس معناتها مؤمنين كما نقول، المؤمن ما تنجمش تعمل معاه حتى شيء، فهمت؟ كان هو ما يبدلش روحه، الناس الكل هو اللي عنده باتوات، ياسر عنده باتوات، يقول لك اكثرهم عنده، لازم كل انسان عنده زوج بسكليتات. طبعا خلنا ندورو هوني منين كيت سيجاروي قبل ما نمشيو. احسن 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 والله صدقني. علاش علاش يوبا؟ على خاطر احنا ديجا فهمت، احنا بيدنا احنا عندنا مشاكل بيناتنا، مانيش فاهمين رواحنا، فهمت؟ كل واحد عنده تجاه، فما ياسر اشخاص عندهم افكار غالطه، كل واحد منا كل واحد اختصاصه، ما فماش انسان يعرف، كلنا جهال في مجال معين، فهمت؟ اه شوف ها هذا طبعا هوني تقريبا 7 أقدام تحت مستوى البحر، فهمت؟ يعني كان ينعيش في سطل فوق الماء. من القرن 17 تميزت، ما فهمتكش يا عبد الله. اذا احنا ديجا ماذا بينا اول حاجه خلينا نجرب صافي توانسة. انا متفق في المساله هذه، معناتها انا ما تعرفوش وجهه نظري، كل شيء قبل النقاش وقبل الحوار ما يهمنيش، فهمت؟ ما يهمني حتى شيء اللي معناتها تتفق عليه، انا معاكم مهما كان. وخلينا اللادينيين فقط، خاطر اللادينيين ديما عندهم حاجات باش يحكيوهم مع بعضهم، كان باش نقعد منشورات اسلاميه يرك علينا من رب الاسلام ورب الاديان ورب نشيد الانشاد والحكايه الفارغه وكتاب الاسود تاع الشيطان كي تحب الاديان، فما الاف الاديان، فهمت؟ علوها بالتراب، شراو الارض، شراو الارض من المغرب وشراو الارض من النرويج، فهمت؟ ديجا هو بعده مازالوا كي ولايه بنواها جديده، فهمت؟ وتوا قاعدين يبنيو في ولايه اخرى، ولايه ترفع 1,000,000 إنسان. هولندا كبرها قد ربع تونس، فهمت؟ تعرف شو ما قد ربع تونس؟ وفيها 17 مليون ساكن، قد ربع تونس. وربع تونس هذا كانت هولندا ربع اللي هي عليه توا، عندهم قرنين وهما يبنوا فيها، قرنين هما يبنوا فيها. هذاك علاش قلت لكم يقولوا ان الله خلق الكون والهولنديين خلقوا هولندا. دوك طبعا كل حاجه موجوده هولي، عندهم نظام شويه ما ديمقراطي. البلديه هي عباره على مؤسسه تجاريه عندها المشاريع نتاعها في المدينه. كي كان انت مثلا تخدم ضريبه، اقوى ضريبه، ضريبه كبيره ياسر، وكي ما تخدمش هي تعطيك مثلا الاعانه، لازم تخدم لها نهارين بلاش، فهمت؟ في الشركات نتاعها. دوك صناعة محلية شيء طبيعي، هي كانت جزر، كانت مجرد جزر قراصنة ساعة شخيبول اللي هو المطار تاع أمستردام، معناها سفينة القرصان، فهمت؟ نعرفش أنا مرة وريتكم أقدم سفينة، هما أول وحود قاموا بالاستعمار، هما أول وحود استعمروا، عملوا فكرة الاستعمار، عملوها في أمريكا معناتها الجنوبية في نواحي سورينام، انهم عملوا بلايس وسكروها وخلاو ما يسمى ليزانديان عايشين البرا، فهمت؟ ونيويورك نتاعهم هما راهو باعوها لامريكا بعد الحرب العالميه الثانيه، وعملوا لابارتايد في جنوب افريقيا، فهمت؟ هذاك علاش الافريكانا لغه جنوب افريقيا هي لغه تشبه ياسر الهولنديه، والسورينام يحكيوا لغه هولنديه تقريبا. عدد اللي يتكلموا بالهولنديه في العالم 30 مليون حكايه فارغه. طبعا هما يقريو اي انسان يحب يتعلم الهولنديه، يقريوه، فهمت؟
انا تعلمت قريت تعلمتها، لكن مازلت مانيش متمكن منها بالكدا الحقيقه، فهمت؟ خاطر ما عنديش ياسر علاقه مع الهولنديين، هما ياسر مغلقين مش كيما الاوروبيين الفرنسيس والطليان، ما همش سوسيال ياسر، يعيشوا ياسر نظام مسكر، الاصحاب وحدهم، العائله وحدها، كل شيء وحده، فهمت؟ طبعا توا هنا باش نوصلوا، انت شفتوا يعني كيفاش كل مره اكتيفيتي، كل نهار حد اكتيفيتي تقريبا، فهمت؟ سهريات ساعات يعملوها في كيبدا نهار باهي وطقس باهي، ساعات يعملوا حفلات في الشوارع، موسيقى، عباد عايشه، فهمت؟ عايشه باتم معنى الكلمه، يعني كيما يقولوا هما رستخ، يعني هدوء، اهم حاجه الهدوء، اقل نسبه الجريمه، نصف السجون سكروها، السجون نتاعهم ما هي السجون في الحقيقه، هي جزر ياخذوا جزيره ويعملوا مدينه، والسجين يخدم ويخلص وياخذ فلوس ويعرس ويعيش مع صاحبته، واللي ما عندوش صاحبته يجيبوا له مراه، عنده الحق في مراه، فهمت؟ كل فتره، فهمت؟ حتى هوني عاملين نظام ان اللاجئين وقت يجيو عنده الحق في الشهر بون بخمسين اورو، يمشي معناتها تجيه واحده تاخذ معاه، يعني عاهره تخدم على روحها، ما عندهمش مشكله جنسيه، شابعين، فهمت؟ عندك بلايص خصيص هذا مثلا يبيعوا الاشياء القديمه، شوفوا هكا، هذيك الجهه هذه اكبر، عندهم مره في العامين المدينه كامله تتحول الى القرن السادس عشر، يولي كل شيء بالبخار، الماكله بالبخار، كل شيء، الكريطه، الشاريو، يلبسوا اللباس التقليدي نتاعهم، فهمت؟ يعني قوانين والماكينات، عندهم كل شيء بالماكينات، هما اكثر دوله فيها قوانين. تعرف البند الاول نتاع الدستور نتاعهم شنو هو؟ البند الاول نتاع الدستور نتاعهم تعجبت منه، مش موجود في حتى دوله في العالم. البند الاول كل من هو فوق ارض هولندا، سواء مواطن سواء سائح سواء اي كان، فهمت؟ اي كان له كل الحقوق، فهمت؟ الهولندية في المعتقد، في الدين، في التوجه الجنسي، هما أول وحود عملوا زواج المثليين من 2001، وهما أول وحود عملوا التبني، فهمت؟ هوني التبني تنجم تتبنى، وتنجم تتبنى من الخارج زادا، يعني فما ياسر يتبناوا من الخارج، فهمت؟ يعني ما وعندهم حتى مثلا فما بعض المورمون يؤمنوا بتعدد الزوجات، فهمت؟ يبدا عنده زوج نساء عادي، فهمت؟ وفما حتى مشكل، عنده زوج نساء وعادي عندهم، فهمت؟ ولا امراه عندها زوج رجال عادي، فماش حاجه ممنوعه ما دامك طبق القانون. القانون شنو هوني؟ القانون الاساسي هوني هو احترام الاخر. تو مثلا ابني جامع، لكن في حيط الجامع تبدا موجوده كيما نقولوا احنا سكس شوب، فهمت؟ عادي اذا موجود سكس شوب في حيط الجامعه، ما عندكش الحق، ما تجيش تقول معناتها لازم تبعد عليه، ولا ما تبعدش عليه، ما فماش تبعد عليه، كل انسان حر. الحجاب البس حجاب فما حتى مشكل، فهمت؟ ولكن تلبس حجاب وتنجم تمشي للبار، فهمت؟ عادي فما حتى مشكل، تخدم في بار ولا تسر بيشرب عادي. باهي نوريكم ال توا انا مثلا هذية عندها حاجات سنح تقليدية، هذيك الكروسة يعطوها للعباد اللي فوق 60 سنة ولا 70 سنة باش ينجم يخرج، هاي هذية تصنع حاجات شمعة رسم، فهمت؟ هذا باتو، طبعا هوني فما الفاتور بيوس، ما يسمى البيوس على الماء، اي حاجه تصنعها نجم تبيعها في الشارع نهار لحد عادي، فهمت؟
جدا عادي، باتو بتاع الدور هذا باتو بتاع السلعة بيان سور ولا ما نعرف شنو روتردام. شوف هذا مثلا يرسم، كل انسان يرسم اللي يحب، يعمل اللي يحب. شوف في دار الاحترام للجميع، فهمت؟ ناس قلبهم كبير، العنصرية ما تحسهاش هوني جبنا واحدة، العنصرية معناتها ما فماش بحس تقريبا، حتى العنصريين ما يظهروش، حتى القانون الهولندي ياسر صعيب مع ثلاثة حاجات، فهمت؟ خاصة العنصرية ما يحملهاش، لا اتجاه المثليين، لا اتجاه الأجناس الأخرى، لا اتجاه المعتقدات، فهمت؟ كل إنسان حر، فوالا. الكلهم يركبوا على البسكليتات، تلقاها عمرها 80 سنة وتركب على البسكليتات. هذيك الكنيسة اللي غاديك هذيك أقدم كنيسة في هولندا، مرة عملت لكم تصاور منها. يحترموا الحيوان، الحيوانات موجودة في المدينة عادي، وتقص الكياس من البلاصة فين يقصوا الكياس الناس، البط والوز والواحد تو مرة معناتها نوريكم. وكي يبدا فما مثلا ريح ياسر ولا عاصفة، خاطر يوقع ساعات ريح وعاصفة، يجمعوا الحيوانات حتى لين تتعدى هذيك العاصفة باش ما يوقعلهمش حتى حاجة. كي يعملوا ساعات حفلات كبيرة ويبداو، معناتها تعجبت مرة عاملين حفلة متاع معناتها باش يرميو كيما نقولوا احنا كل بابيي وكل واحد، ونشوف وراء الحفلة فما تقريبا 20 كاميونة تجمع هذاك الشيء اللي لوحوه. يعني الحفلة تبدا ماشية ويبداو يرميو كل ورق وكل واحد وكل شيء، وفما وراهم كاميونات تشفط هذيك الأشياء، وبش يعني بعد لا تتعدى الحفلة كل شيء نظيف. النظافة هوني أساسية، فهمت؟ كل شيء نظيف، ما عندكش الحق تلوح أي حاجة هكاكا. إذن فوالا، معناتها شنو نحب نقول لكم آخر؟ ما يحكيوش ياسر، ما يتكلموش ياسر الهولنديين بالحق، فهمت؟ العلاقة من أصعب العلاقات، صعيبة للسماء، فهمت؟ أما المرأة هوني عندها، معناتها المرأة والمثليين هم اللي يحكموا هوني، فهمت؟ المرأة هي الكل، فهمت؟ نسبة المثلية ما تنجمش تصور بالك، ونسبة فمش زواج اصلا، فمش زواج، ما يعيشوش مع بعضهم. هنا القانون ما يسمحلكش باش تعيش مع انسان، فهمت؟ ما يسمحلكش. يعني مثلا كي واحد يعرس، مثلا الدوله تعطي اعانه، كي يبداو زوج بطالين تعطي كل واحد، كي يبدا واحد بطال ما تعطي لحد، على خاطر اللي يخدم يخلص اللي ما يخدمش، فهمت؟ لا ماهمش اجتماعيين، ما همش اجتماعيين بالكل، فهمت؟ منغلقين أقصى درجة، فهمت؟ أما ميضروكش. هو ما شنو؟ مثلا ضرب لك مثال، أنا مثلا جارتي كنت نكيف مثلا في البركون بتاعي، عندي زوز بركونات، عندي بركون مغطي وبركون جارتي نسلم عليها ونعرفها عندي وعندها 3 سنين، عادي عسلامة كذا، مرة تكيفت في البركون القدامي أنا هكاكا، وأنا نشوف البوليس جاني تعجبت، فهمت؟ هوني كل شيء يصنعوا وحدهم، يدهنوا، يعني يدهنوا وحدهم، يصلحوا بسكليتتهم وحدهم، كل شيء وحد. المهم يا اخي يعمل لي راهي جارتك اللي فوق ما تحبكش تتكيف في البركون القدامي على خاطر يطلع لها النبات نتاعها، يا اخي انا هزيت راسي نلقاها ضحكت لي، يا اخي قلت له علاش ما كلمتنيش تو انا مزيت كي سلمت عليها، فهمت؟ قال لي ليه هوني في هولندا احسن شيء كي عندك مشكله مع جارك انك تكلم البوليس، يعني مش معناتها ميشامون، وانما ما تعرفش عليك انت في حاله بالكش مثلا تدق عليك تتنرفز ولا حاجه ولا، فهمت؟ اذا احنا جينا باش نقولوا لك وكهو، فهمت؟ يعني شوف معناتها انا جاتني معناتها خايبه بالنسبه لي، نحن توا انا نتكيف وفهمت، وهي ضحكت لي وسلمت عليا، من بعد تعيط لي البوليسيه، فهمت؟ جاتني حاجه خايبه. كما قلت لكم هوني نسبه الزواج قليله جدا بالمستحيله،
أكثر الأشخاص يعرسوا في سن متأخر جدا، فهمت، متأخر بالبداء. المهم خذيتوا فكرة شكوا على هولندا. هولندا ياسر توانسة ما يعرفوش هولندا، نعرفوا فرنسا، نعرفوا إيطاليا، نعرفوا إسبانيا، لكن ما نعرفوش هولندا، فهمت. كما قلت لكم هي من أول المستعمرات، استعمرت في جنوب أمريكا واستعمرت في إفريقيا ولكن هما تعرف شو عملوا بعد لو وقف الاستعمار؟ طلبوا اعتذار من الدول اللي استعمروهم وعوضوا لهم، أعطوهم تعويضات ولتوا يخلصوا في التعويضات. يعني مثلا السورينام يجي هوني عنده أولوية في الخدمة، فهمت، عنده أولوية. شيء طبيعي، شيء طبيعي. لا هذه هوني أنا مرة متعدي نلقى في مرأة تخدم في البوسطة، هلو، تخدم في البوسطة، تهبط في صندوق كبير، فهمت. قلت خلينا نمشي نعاونها، رزينا عليها. يا ولدي عملت لي عرعور عرعور، فهمت. قالت لي شبيني أنا منش بشر قدامك مش تعاوني؟ هي خدمتي، قالت لي. وبالفعل قلت لها بربي خليني نشوف الصندوق اللي تهز فيه رزين ولا مش رزين. أنا ما نجمتش نهزه، أنا ما نجمتش نهزه، وهي تعمل هكا طف تهز وترميه. يا ولدي جهامات، جهامات وقوة، فهمت. نساء عندهم لطف، فهمت، تعمل كل شيء المرأة، تقام على القلفوق وتدهن وتعمل كل شيء قد وحدهم، فماش هذي يد عاملة هون، كل شيء يصلحوا وحدهم. هذي كما نقولوا احنا القهوة متاع في كل حي فما قهوة تعارف يجيوا يتقابلوا فيها العباد. ها هيا تكون أثمها أثمن متاعها ياسر معنتها قليلة، فهمت، وينظموا فيها ساعات خرجات قعدات. هذا المحطة متاع الحافلة على الماء، فهمت. نظن عملنا دورة، فهمت، مختلفة مختلفة، ما عندها حتى علاقة، ما عندها حتى علاقة بالعالم، عالم آخر. احنا لازمنا نتعلمه من الشعوب الكل، فهمت، عندنا حاجات باهية بتاعنا، فهمت. هنا الحاجة التونسية مش موجودة أصلا، هنا الأجانب أكثر شيء هما مغاربة وأتراك، فهمت. وعاملين حاجة هوني، أي إنسان مقيم هوني عنده جنسية يحب يرجع لبلاده يرجع الوراق ويعطيوه شهرية متاع 800 أورو عمره كامل في بلاده، 800 أورو عمره كامل، وعنده الحق يجي لهولندا وقت اللي يحب، عنده تأشيرة حياته كاملة، لكن ما عندوش الحق يقعد أكثر من 3 شهور، فهمت، ما عندوش الحق يخدم، فهمت. كل شيء بالقانون، كل شيء منظم. هذه القهوة متاع المحطة متاع البيوس، بيوس على الماء، طبعا بيوس على الماء تنجم تمشي به لأي بلاصة. هذو ما شفتهم الديار، هذو ما الديار هوني عندهم الديار بالإنرجي. شنو معناها بالإنرجي؟ يسميهم إنرجي هاوس، يعني بالطاقة الشمسية، بالطاقة الشمسية وبالضوئية طبعا. والشخص ما يخلصش الضوء بل يخلص، يخلص يعني يستعمل الطاقة اللي يحتاجها، والباقي هي الدولة تعطيه فلوس. يعني عنده كل شهر قديش ما عم تستغل ضوء، مثلا مثلا جاب ضوء من قديش جاب جاب طاقة من الشمس ولا الضوء، قديش استهلك هو، والباقي تاخذه الدولة وتخلصوا. لا لا هي نسبة كبيرة متاع ملحدين، 70% ملحدين، هي تجيب المرتبة الثانية ولا الثالثة، فهمت، بعد فنلندا ودول الشمال كلهم ملحدين، ملحدين وتكنوقراط، ما عندهمش الفكر الحزبي، فهمت، قليل الفكر الحزبي. شوف حلاه، شوفوا الناس كل بسكليتات، طبعا انا حتى انا بسكليت تاعي يعني. اكثر نسبة ملحدين، فهمت. قلت لك انا الكنائس الكل يبيعوا فيهم، يعني يتحولوا مكتبات، يتحولوا ريستورانات، مطاعم، ما فهمت، كل شيء. اهلا يوسف، بدلوه من 45 ل 55. بدلوه جديد هذا يوسف. اهلا يوسف،
اهلا. يعني انت تعرف اكثر مني عاد القوانين الهولنديه، فهمت؟ تحب ترجع لتونس يوسف؟ ها صاحب القلب شي يجي لوتريخت، بعث لي ميساج يجي طلع عليا، ولا تو نجيكم انا مش مشكل. المهم يوسف، احنا اليوم عندنا مع الكتاب مدينة معناتها القراءة. شوف هاو البط، شوف الوز، شوف الوز. قلت لكم الحيوانات في الشارع عادي. ها باش نوريكم الوز. الوز الجرمان كان في حديقة حيوانات، شوف كل انواع الطيور. يعني باش نمشي بحداهم نرجعهم. شوف مشوي هذي. باينة ما ناكلش الحملة محالة. ان شاء الله ما يخافوش مني. شوفوا وجهي عربي، شي طبيعي يخافوا. اهلا ابراهيم، ما يخافوش ياسر. الحيوانات في كل بلاصة، الحدائق العمومية ساعة تلقى العلالش المعيز الغزال. فهمت؟ عنده سنينة. عيبه. المهم خلنا نطلع منا، نظن عملنا دورة باهية. فهمت؟ تونس نسيتها، مش تونس، راهي تونس 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 يا يوسف، تونس تونس مش تونس. هكا توا يوسف. بلادنا راهو ما نجمش نستغنيو عليها. احنا كبرنا، احنا كان جينا صغار. انا كان جيت صغير، فهمت؟ انا وقت كنت صغير كنت في فرنسا، ماشي لايران وماشي نايك وحدي، فهمت؟ كان قعدت في فرنسا، فهمت؟ خير لي، ضيعت عمري الكل، عمري ضاع ضاع ضاع. المهم وصلنا الى نهاية الفيديو. نظن عندكم اخذتوا فكرة على هولندا، زاود هولند، جنوب هولندا. طبعا مدينة هذه معناتها كما قلت لكم من اقدم المدن، عندها 1000 سنة، وهي مدينة جدا سياحية. يجيوها الناس من البلايس الكل حتى من داخل هولندا. فيها ميزي كبير يحكي على تاريخ هولندا. يعني مش تحبني نقول لكم، يعني هون كل انسان حر، كلنا عمرنا ضايع، مش مشكل. المهم في النهاية يا عبدالي لا فا، اما نشوف انا في الجروب هذا فما 200 واحد، وفما 4 من الناس يشاركوا، مانيش فاهم. فهمت علاش بها؟ يمكن فما اشخاص يحشموا ويحبوا يتبعوا برك، نفهم، لكن مش بالدرجة النسبة هذه. على الاقل المشاركة لازمها تكون كما نقولوا احنا 50%. فهمت؟ دونك خلنا نركب على البسكليت، يزيني من المشي. اوب هاي هاو، تفرجوا، نعمل بكم دورة بالبسكليت توا. اذا ما نعرفش شنو تحبوا تحكيوا اخر. المهم قريب باش نوصل للدار. هلا روح يزيني، يمكن مرة أخرى نعمل لكم عنكها في بلاصة أخرى، في جهة أخرى. فهمت؟ المهم نعرف. المهم نظن وصلنا إلى النهاية. خلنا نلبس مراية نتاع الشمس، الشمس قتلتني. شدت في شعري. أوبلا. المهم نقول لكم نهاركم زين، بون ديمونش،
فهمت؟ نوصل الدار ونسكر له الولاد يلعبوا. شوفوا خلنا نعمل بيكم طلع غاديكا شوية. هوب فهمت؟ هذه ال هذا على البسكليت البسكليت البسكليت. هابي اي فيتس يوسف، هابي اي فيتس افني. ها ها هاك الباتر بيس، البيس اللي على الماء هاو داخل توا شفتوه. طبعا الناس ياسر يحبوا كيبدا الطقس باهي، يعملوا جيت سكي، يعملوا كل شيء. المهم نهاركم زين، و على بروشين على بروشين على بروشين. اوكي جماعه، جو بوز امبرا.